مساء الخير مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم في برنامج استوديو الخضر على قناتي الوطنية من الجزائر. نتناول في هذا العدد الخاص وفي برنامج استوديو الخضر تفاصيل مباراة المنتخب الوطني الجزائري الذي تمكن من الفوز على نظيره التونسي بثنائية نظيفة. هدف التقدم جاء عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 18 ليضيف النجم والقائد رياض محرز الهدف الثاني الخضر في الدقيقة 28. المنتخب الوطني الجزائر أنهى المباراة تقريبا في الشوط الأول وحافظ على النتيجة مع أطوار الشوط الثاني. مباراة سنتطرق إليها من الجانب الفني، من الجانب التكتيكي، من الناحية الإعلامية وأيضا القراءة التحكيمية. نتناول أيضا في السياق أبرز مباريات الجولة 25 للرابطة المحترفة الأولى في الجزائر، ونتحدث طبعا عن تنصيب لجنة إصلاح كرة القدم بوزارة الشباب والرياضة. كل هذه التفاصيل سنتطرق إليها بالتحليل والنقاش رفقة المحللين وأيضا الضيوف. أسعد دائما باستضافة محلل قناة الوطنية الإعلامي رفيق وحيد، مرحبا بك. أهلا بك عصام، أهلا بالشيخ زكريلي وبكل متتبعي قناة الوطنية. كيف؟ شكرا رفيق وحيد، دائما أسعد باستضافتك معنا، كما أسعد باستضافة الخبير الدولي في التحكيم محمد زكريني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك عصام، رفيق، جمهورنا الرياضي الكريم، متتبعي قناة الوطنية، السلام عليكم. شكرا شيخنا زكريني، دائما أسعد باستضافتك. أكيد عدنا من تحدث اليوم على هذه المباراة، كما ينضم إلينا عبر تقنية سكايب من الجارة الشرقية تونس اللاعب والمدرب عامر دربال. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ عصام، ومرحبا بك، مرحبا بضيوفك الكرام وكافة مشاهدين قناة الوطن. شكرا على الانضمام معنا عامر دربال. أيضا مشاهدين الأفاضل، قبل الحديث في هذه المباراة وعن حيثيات هذا اللقاء الخضر، يواصلون الانتصارات أو سلسلة النتائج الإيجابية المباراة 27 تواليا دون هزيمة. أكثر التفاصيل في سياق التقرير التالي للزميل أمير زكريني. فاز المنتخب الوطني الجزائري مساء الجمعة على مضيفه منتخب تونس بثنائية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين على ملعب حمادي العقربي برادس. الشوط الأول دخل واشبال بالماضي بقوة ليتمكن مهاجم السد بغداد بونجاح من منح التقدم للمنتخب الوطني في الدقيقة 19 بتسديدة قوية ليصل إلى الهدف رقم 19 في مسيرته مع المنتخب. وواصل الخضر سيطرتهم ليضيف نجم الخضر رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 28 من مخالفة رائعة من على حدود منطقة العمليات، ويعتبر هذا الهدف رقم 21 لمهاجم السيتي مع الأفناك. وفي الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيرا رغم سعي أصحاب الأرض للوصول لمرمى بولحي، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، وحتى النقص العددي بعد طرد عدلان قديولة في الدقائق الأخيرة لم يشفع لنصر قرطاج حتى في تقليص الفارق. وبهذا الانتصار يكون المنتخب الوطني قد حافظ على نسق الانتصارات على مدار 27 مباراة كاملة خاضها، ليحطم رقم منتخب الفيل الذين كان بحوزتهم أطول سلسلة من المقابلات من دون خسارة في القارة السمراء. تابعنا هذا التقرير مشاهدينا الأفاضل، طبعا نتحول مباشرة إلى الزميل طبعا عامر دربال من تونس، ونتناول القراءة الفنية التكتيكية للمباراة. بداية عامر دربال، كيف هي قراءتك الفنية للمباراة التي فاز فيها المنتخب الوطني الجزائري على المنتخب التونسي بثنائية نظيفة؟ الشوط أول ربما سيطر فيه المنتخب الوطني الجزائري بالطول والعرض، والمعركة كانت معركة الوسط. في الشوط الثاني ربما المنتخب التونسي حاول العودة في النتيجة من خلال خلق العديد من الفرص، من خلال تغييرات طبعا منذر الكبير للعودة في النتيجة، لكن لم يتمكن من فك شفرة الدفاع المنتخب الوطني. عموما كيف هي قراءتك الفنية لهذا اللقاء؟ أول حاجة تشرفنا الساعة بالمقابلة ودية ضد منتخب شقيق، منتخب الجزائر، اللي حقيقة يعني في السنوات الأخيرة يعتبر يعني رقم صعب لكافة منافسيه في القارة الإفريقية. مقابلة كان فيها نسق، مقابلة صراحة المنتخب الجزائري كان أفضل على جميع الأصعدة. المنتخب التونسي خليني نقول لك صراحة يعني احترم المنتخب الجزائري أكثر من اللازم، لأنه مقارنة بمقابلة الكونغو الديمقراطية شفنا تغييرات على مستوى التشكيلة، والتغييرات كلها كانت يعني دفاعية، يعني على الجهة اليمنى كي شريدها ما لعبش العابدي ومعلول ما بداش بالمقابلة على الجهة اليسرى،
هذوما عندهم نفس هجومي، هذاك علاش ما لناش هجمات المنتخب التونسي. زيد على ذاك يعني الصخيري والعيدوني صنين محاول يمتازوا بالنفس الدفاعي، وهذا معناه من التشكيله المدرب يعني كان خايف كثير من المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري صراحه يعني اكثر استابيليتي، اكثر تلاحم وانسجام، رينا استقرار على مستوى يعني بالماضي يعني لعب بالتشكيله تقريبا الاساسيه بدايه من حارس المرمى المبولحي، رينا التريو الهجومي اللي صراحه يعني التريو هذا ينجم يحل شفره اي دفاع يعني نتاع منتخبات افريقيا، اللي هو البلالي وبنجاح ولاعب السيتي صاحب الهدف الثاني. يعني صراحه يعني محرز، صراحه يعني المنتخب الجزائري كان افضل على جميع المستويات. طبعا خليني نعود معك وابقى معك دائما عامر الدربال. البعض ينتقد ربما الاخطاء اللي ربما اللي وقع فيها حكم المباراه، شفنا يعني عده تصريحات بعد المباراه للاعبين، وايضا تابعنا المباراه ونتوقع او نرتق او نقول بان الحكم لم يكن طبعا بقدر هذه المباراه. كيف تابعت اداء الحكم في هذا اللقاء؟ والله شوف انا مشني اختصاص تحكيم، لكن كلنا معناها لعبنا كوره ونعرف الكوره. صراحه الحكم كان مردود ومتوسط، اذا كان ما نقولش حتى اقل من متوسط، في ممكن ورقات صفراء كانت المفروض ترفع، وهذا نقولوها احنا يعني صراحه يعني حتى على لاعبين المنتخب التونسي فما تقديرات خاطئه سواء المنتخب التونسي او الجزائري. شفنا في فترات يعني العيدوني كان ممكن متعنف نوعا ما في فترات يعني معينه، ممكن خليني نقول لك المقابله ممكن كبرت عليه شويه، ممكن القرارات نتاعو كانت خاطئه، وبالتالي الحكم يعني ما كانش في نهاره نقولوا احنا على حسب اعتقادي كان مردوده متوسط او تحت المتوسط. واضح. وما كانش معك عامر دربال لو سمحت بعد قليل لنتحدث عن التغييرات اللي قام بها منذ الكبير مع اطوار الشوط الثاني، عن تغييرات الناخب الوطني جمال بالماضي، عن ابرز التحديات التي تنتظر المنتخبين في قادم المنافسات الرسميه قبل ما تحول الى استوديو المركزي الى الاعلامي رفيق وحيد. طبعا القراءه الاعلاميه لهذه المباراه بدايه بالتشكيله، كيف هي قراءتك للتشكيله مع الاعتماد في وسط الميدان على زروقي وايضا بالقبله؟ خط الدفاع طبعا لعب بالركائز الاساسيه، في خط في حراسه المرمى رئيس وهاب بنبوحي دائما حاضر في مثل هذه المباريات، الخط الامامي دائما بالماضي لم يغير كثيرا في التشكيله امام المنتخب التونسي بالنظر الى المباراه الفارطه امام منتخب مالي. عموما رفيق وحيد، كيف تابعت هذا اللقاء من الناحيه الاعلاميه؟ الاكيد انه المقابلتين الاخيرتين للمنتخب الجزائري ضد مالي وامس ضد منتخب تونس أخذهم المدرب الوطني على محمل الجد أكثر مقارنة بمباراة موريتانيا التي منح في خلالها شوطا كاملا لتركيبة جديدة من اللاعبين، لكن أمام مالي وأمام تونس اعتمد على أغلب الركائز، أغلب العناصر الأساسية التي ربما ينوي بدخول بها معترك تصفيات كأس العالم. كان يدرك أن مستوى مقابلتي مالي وتونس تختلفان عن مستوى مباراة كوت ديفوار، ومن هنا تعطينا يعني نظرة شاملة على يعني هوية يعني التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري اللي في مباراة تونس هي لعبت نفس التشكيلة اللي ربما شاركت في كان 2019 عدا لاعبين اثنين هما بن ناصر المصاب وقدير يدخل بديل ولعب 7 دقائق ثم خرج بالبطاقة الحمراء. لعب يعني ما كان بن ناصر وقديورة زروقي وبالقبلة. في النهاية أعتقد أنه حتى ولو كان المدرب الجزائري يعني جمال بالماضي يقول عندي يعني لشواديريش يعني عندي عدد كبير من البدائل ويصعب عليه حتى ضبط تشكيل 23 لاعب، لكن الأكيد والمؤكد اليوم ونحن يعني نستعيد شريط مقابلتي مالي وتونس أنه هناك يعني نوايو، هناك نواة للمنتخب الجزائري لا يمكن أن تكون في يعني كرسي احتياط المنتخب الجزائري، عامل الخبرة وعامل التجربة هما اللذان يعني يفصلان في مباريات كبيرة مثل مباراة تونس ومباراة مالي. شكرا على الاختصار، سنعود للوصل معك بعد قليل طبعا باقي تفاصيل هذه المباراة من الناحية الإعلامية، ونتحول دائما إلى الخبير الدولي في التحكيم محلل البرنامج الخبير
الدولي طبعا في تحكيم محمد زكريني، كنت حذرت يعني في الحصة الفارطة بكل صراحة، وكنت لمحت لكنك لم تصرح طبعا، وكنت متخوف كثير من أداء التحكيم أو من الحكم الذي سيدير هذا اللقاء باعتبار أو لعدة اعتبارات. كيف تقيم أداء الحكم المصري الذي أدار هذا اللقاء؟ وأيضا تابعنا ردود فعل، حتى لما يقول لك لاعب بحجم بغداد بونجاح يقول لك اللاعب يقول لك الحكم كان ضعيف، لما يقول لك اللاعب اللي راه معنا عبر تقنية سكايب عامر الدربال يقول لك أداؤه كان متوسط، لم يكن مقنع. عموما كيف تابعت أداء هذا الحكم وكيف تعلق عليه محمد زكريني؟ اولا الاسبوع نحيي سي عامر على يعني روح رياضيه تاعو، ونحييه على ولو قال انه حشم يقول بالك ضعيف، قال تحت المتوسط، ولما حكم نقولوا عليه تحت المتوسط معناه انه خارج الاطار وخارج المباراه. يعني نشكر سي عامر من تونس الشقيقه على الكلام تاعو، لانه شاف المباراه ويعرف هو كذلك كره القدم بما انه مدرب ولاعب سابق، يعرف قوانين، عنده نظره عن التحكيم. انا في يوم الثلاثاء قلت باللي من غير المعقول أن ثلاث مباريات ودية يجريها حكام من بلد واحد ألا هي بلد مصر الشقيقة، من غير المعقول ولو أن مبارتين جروا في بلادنا حلال نحوسوا شكون يحكم لنا. والغريب في الأمر أن المساعد الأول اللي كان في البليدة ودار مبارتين زاد راح لتونس ودار مع معروف. هل لا يوجد مساعدين في مصر لكي يذهب هذا الحكم؟ زيد، ما هي الأسباب التي تركت رباعي التحكيم في الجزائر يبقى في بليده ويحكم في بليده، وفي تونس الاتحاد التونسي يطلب إلا ثلاثي والحكم الرابع من تونس هو السلمي السالمي الحكم الرابع التونسي؟ لماذا لم يكن في الجزائر حكم رابع من الجزائر؟ لماذا رباعي التحكيم من مصر؟ تبقى دائما علامة استفهام. وأنا أستبعد دائما وأقول وأكرر، ليس الاتحاد الجزائري هو الذي طلب، بل التعيينات جاءت من ممثل شمال إفريقيا، لأن قارة إفريقيا مقسمة على 6 مناطق. منطقة شمال إفريقيا مسؤول التحكيم عنها هو المصري عصام عبد الفتاح، هو الذي يعين هذه الطواقم التحكيمية في المباريات الودية. وأنا قلت يعني أنا غير راضي ومانيش يعني مرتاح، والدليل على ذلك كل ما رأيناه في مباراة أمس. مباراة أمس الأستاذ عامر قال تحت المتوسط، وأنا أقول كان التحكيم خارج الإطار من جميع النواحي، تحكيم ضعيف، تحكيم لم يكن في المستوى، لم يقم بتطبيق قوانين لعبة كرة القدم العالمية، لأن التحكيم هي قوانين يونيفرسال عالمية تطبق في جميع ملاعب العالم، تطبق من الأصاغر حتى الأكابر، تطبق في الوديات وفي الرسميات، تطبق في جميع المباريات التي تجرى. بالأمس شفنا أن أحمد معروف لم يطبق قوانين اللعبة ولم يكن في المستوى الحدث. 6 بطاقات صفراء محمد زكريني، بطاقة حمراء للمنتخب الوطني، احتسب 35 خطأ على لاعب المنتخب الوطني بالأرقام، ماذا يعلق عليه عفوا محمد زكريني؟ والدليل على ذلك أن لما كنا نشوفه في المباراة في الدقيقة 13 أنا عرفت بلي أن الحكم لن يذهب بعيدا في هذه، كانت مخالفة واضحة لبونجاح زائد بطاقة صفراء للاعب التونسي، لم يعلن عن البطاقة عن المخالفة ولم يقدم الإنذار، لهذا شفنا بونجاح رايح يجري يحتج لأن العالم شاف المخالفة واضحة. ابتداء من الدقيقة 13 تأكدت بأن الحكم لن يكون موفقا في، لا أقول أشياء أخرى بل أقول لن يكون موفقا في هذه، لأن المخالفة واضحة وضوح الشمس لا تعلن عنها في الدقيقة 13 في بداية المباراة. ماذا يعني هذا؟ سقوط في غولي داخل تقريبا، أنا جاي بالحالة يعني لخص قدر المستطاع. شفنا في غولي يعني واضحة ذاهبا إلى تسجيل الهدف، بالإنجليزي يقولون دوكسو،
بالفرنسي يقولون أنيني إن أوكازيون دو بوت مانيفاست، بالعربي يقولون إلغاء محاولة تسجيل هدف. هذا قوانين اللعبة. احنا شفنا بفغولي متجها على خط مرمى 16 متر، لم يبقى له أمامه إلا الحارس ليسجل. في القانون العالمي، في قانون كرة القدم، يقولون مخالفة مباشرة زائد بطاقة حمراء. هو يعلن عن البطاقة، لم تكن داخل منطقة العمليات، كانت خارج منطقة العمليات. كان لابد عليه بعد إعلانه عن مخالفة، لابد عليه أن يشهر البطاقة الحمراء، لأنه وجها لوجه مع الحارس، لم يبقى أمامه إلا الحارس. كل اللاعبين كانوا على يمينه ومتخلفين. في هذه الحالة نحسب تان لا ديستانس، المسافة، لأنها في هذه الحالات تحتسب المسافة، لا ديستانس، الكنترول دي بالو، الاحتواء على الكرة، وعدد المدافعين الذين كانوا على يمينه ومن خلفه، والاتجاه، لا ديركسيون. هو كان متجها وجها لوجه، وجها لوجه. هي اللقطة اللي على إثرها جبنا الهدف يعني الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 28، بس يعني نفذها، جبت الهدف، شوف أما جبت الهدف، ولكن أنا تمنيت نلعب الهدف زائد البطاقة الحمراء. هنا يقول لك الفرق الواحد، الفرق والله لما أنا عندي المخالفة وتعطيني المخالفة وما تطبق كي نلعب بعشرة ونلعب بحداش، ماشي كيف كيف. هنا يقول لك لماذا طرد جديورا في اللقطة اللي ارتكب فيها الخطأ، وهنا لم يطرد اللاعب التونسي؟ لا، هو قال أنا سي عامر اليوم يعني المحلل التونسي، أنا عجبني بزاف، أول لاعب في المباراة كان يستحق الطرد هو اللاعب العيدوني، لأنه ارتكب الأخطاء التي تستحق البطاقات الحمراء مباشرة، ولكن في عدة مناسبات لم يخرج له البطاقة الصفراء ما عدا مرة واحدة. يعني عفس على محرز، ضرب بلايلي، كان يلعب بخشونة زائدة ولم يعني يخرج البطاقة. كان أول لاعب اللي كان لازم عليه يخرج في المباراة هو العيدوني. كل هذه الأمور، عدة أخطاء ضد بلايلي، ضد محرز. تخيل في الشوط الأول لما تخرج البطاقة الصفراء لمبولحي، لماذا؟ هل هو فائز باثنين صفر في الشوط الأول يضيع تضييع الوقت؟ يعني ماذا كنت تريد؟ يعني بكل صراحة الشوط الأول أعطاه بطاقة. نزيد لك إلى أبعد من ذلك، الثلاث مباريات تعلم، وفكروني بلك راني غلط، في أي مباراة محرز ادى بطاقة صفراء؟ يعني لا سنوات. أتذكر يعني سبع سنوات، لم يتم سبع سنوات في مبارتين، في المباراة اللي فاتت والمباراة هذه ادى بطاقة صفراء، بطاقة صفراء. يعني أنا ما نقول يعني بعد سبع سنوات لم يتلقى ولا بطاقة، في مباريات ودية يدي بطاقات صفراء. كاين عدة أشياء وعدة مباراة أمور. مباراة موريتانيا بداش إنه ما لعبش بارك الله فيك لفيه، يعني والله عنده الحق. يعني في مباراة، أنا والله العظيم، والله العظيم أنا لا أتكلم بحماس، تونس بلد شقيق، جارنا يلعب كرة جيدة، هما أنا تبعت المحللين التونسيين، هما لم يعجبهم الحكم، والدليل على ذلك الأستاذ عامر معنا. يعني ما هي الأشياء التي تخليك يعني تدير هاد الحوايج؟ انا اقول واكرر ومازال يعني مبعدتي كنزيد نتكلم، صحيح سنتحدث، عدة امور تحاك ضد المنتخب الجزائري الوطني. وبالادله كذلك. شكرا محمد الزكريني على هذا التحليل فيما تعلق بمباراه المنتخب الوطني الجزائري الذي وصل الى المباراه 27 تواليا دون انهزام. قبل ما اتحول الى عامر دربال لاعب الترجي التونسي السابق المدرب، طبعا فيما تعلق بالجانب الفني والتكتيكي، لو نعود إلى أطوار المرحلة الأولى، المنتخب التونسي دخل خليني أقول بمركب نقص أمام حامل لقب بطل إفريقيا المنتخب الوطني الجزائري، وعلى لسان بالماضي يقول فرض طريقة لعبه، فرض أيضا أسلوبه في اللعب على المنتخب التونسي الذي ربما بقي تائها في المرحلة الأولى. مع أطوار المرحلة الثانية عموما المنتخب التونسي حاول أن يرمي بكامل ثقله على دفاع المنتخب الوطني، لكن لم يتمكن. حتى تغييرات منذر الكبير طبعا في الشوط الثاني بدخول بن سليمان طبعا اللي خرج ودخل خاوي سيف الدين، بدخول الطابي، بخروج الجزيري ودخول
أو خروج الخزري طبعا وخروج الجزيري أيضا، دخول حنبع المجبري يعني ما قدمش إضافة لازمة أمام انتفاضة صراحة المنتخب الجزائري اللي في الشوط الثاني حافظ على نتيجة الشوط الأول وعرف كيف يسير أيضا المرحلة الثانية من اللقاء بذكاء كبير. أول حاجة له المنتخب الجزائري يقعد شرف لنا احنا 27 مقابلة بدون هزيمة، ويظل يحقق رقم القياسي نتاع منتخب الفيل منتخب كوت ديفوار او يتساوى توا. المنتخب الجزائري الفوارق صراحة بانت، انا منتخب هذا يفكرني منتخب الثمانينات نتاع الفرقاني ونتاع عصاد ونتاع الفترة ذيك الذهبية اللي تبعنا الجزائر وعشنا مع الجزائر بكل الاحاسيس نتاعنا. كما قلت لك توجه كان دفاعي من الناخب الوطني يعني منذ الكبير، يعرف قوه الجزائر، لكن نرى انا انه جاز في كثير يعني بالدفاع، وخسر المقابله منذ 30 دقيقه الاولانيه. المنتخب الجزائري يعني بان عليه ليزوتوماتيزم، بان عليه قوه الشخصيه، لاعبين يعني نعرفوهم ونعشقوهم كما محرز اللي يعني من احسن اللاعبين يعني في القاره الافريقيه والعرب، البلاي اللي يعني استنجوا تالونتيون من طراز عالي، بنجاح تعدى على بطوله تونس من احسن يعني راس حربه ممكن تعدى على بطوله تونس، زيدهم يعني الخبره نتاع فيغولي، دفاع منظم بطريقه يعني صراحه يعني دفاع يعني متزن، بن سبعيني، عطال، بن عمري، ماندي، رئيس المبوحي قال الفريق انا نعرف يعني بحكم تدريبي نادي العروبة في السعوديه يعني ديما نتفرجوا فيه مع مع مع, مع ناديه نادي اتفاق. وبالتالي الفوارق كانت باينه. المنتخب التونسي مازال يلقى في التوازن نتاعه، يعني حتى التغييرات صراحه يعني ما اعطاتش اكلها، فما عديد نقاط استفهام، بدايه من حارس المرمى لاعب بريست يعني معز حسن، يعني جي انت منتخب بحضر في كاس العالم وكاس العرب وكاس افريقيا، جي تلعب حارس يعني صفر مقابله مع فريقه مع مع مع, مع بريست نقطه استفهام. الحدادي زاد مش كومبيتيتيف 100%. العيدوني بون كان اكتشاف صراحه من مقابله الكونغو الديمقراطيه، وكان من ابرز اللاعبين من الناحيه الدفاعيه، لكن يعني اونتر بارونتيز يعني صغيره كان متهور يعني نوعا ما في التدخلات نتاعو، ويظل حكايه على التحكيم اللي راهو ما شرفناش، وبالعكس نحبوا نحن الحكم راه جزء من اللعب، يعني نجم من اللعب. احنا في وقت من الاوقات كنا نحلوا التلفزيون بدون نتفرجوا على كولينا الايطالي، يعني الحكم راه جزء كبير من اللعبه ونحبوا يعطي للذي حقه. عامر دربال ما بقالناش وقت كثير يعني في الجزء الاول من هذا، خلال دقيقتين فقط، يعني نحب نعرف يعني صراحة هو الهدف من هذه المباراة الودية هو الوقوف على مدى جاهزية عناصر المنتخبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية بداية بتصفية كأس العالم. خليني نروح مباشرة للمنتخب التونسي ونختم معك، كيف وما هي ربما الإصلاحات التي تنتظر منذ الكبير يعني قبيل انطلاق التصفيات، وهل اليوم المباراة أمام المنتخب الوطني كانت امتحان حقيقي للوقوف على المستوى الحقيقي والحجم الطبيعي للمنتخب التونسي؟ أنا كانت عندي مقابلة في تحليل للمقابلة اللي قبلها مباشرة في رادس على مقابلة الكونغو الديمقراطية، وكنت صراحة أنا ذاك أنه المعيار الحقيقي للمنتخب التونسي باش نقيسوا رواحنا هو ضد المنتخب الجزائر، يعني ضد الكونغو الديمقراطيه صراحه منتخب اقل يعني امكانياته متوسطه، ما عندوش لاعبين محترفين من طراز عالي، والمنتخب التونسي فاز 1-0 لكن ما اقنعش، وهذا كنا صرحنا به، قلنا بالك ضد المنتخب الجزائري ديربي ومقابله بين اشقاء، وخليني نقول لك صراحه هي مقابله بصبغه وديه، لكن ديما الجزائر والمغرب وتونس والمغرب وتونس والجزائر مقابله من نار نعرفوها. وبالتالي بانت العيوب الكل نتاع المنتخب التونسي، ما فماش يعني تلاحم كبير، مجموعه يعني متفرقه، ما فماش ثوابت كما كنت احكي لك، بدايه من حارس المرمى، بدايه من وهب الخزري حتى كراس حربه، ما ينجمش يكون راس حربه، يفتقد المنتخب التونسي راس حربه. التريو نتاع الوسط يعني ديما متبدل، شفنا الفرجاني، شفنا العيدوني، شفنا السخيري، شفنا برمضان، شفنا حتى غيرهم. حارس المرمى ما كانش حارس ثابت يعني المنتخب التونسي، ما عندناش حارس ثابت. شوف
انا قلت لك مازال ديزيكيليبري المنتخب التونسي اليوم كي تلعب فاروق بن مصطفى اللي هو في الوقت الحالي احتياطي في في في, في فريق الترجي الديري التونسي، هذا هل غير اليوم معقول. خليني نقول على تصنيف الفيفا ونخلي رفيق وحيد فقط لو سمحت يتدخل معك في اقل من دقيقه او دقيقه ونصف، رفيق وحيد يريد ان يتدخل معك، تفضل رفيق. سي عمر كابتن، هناك انتقادات طالت للمدرب منذر الكبير بعد نهايه المباراه، هناك ما قال في تونس بعض الاختصاصين انه منتخب تونس اكبر من منذر، انه يسيره منذر الكبير، هل فنيا منذر الكبير يعني ما يقدرش يقود منتخب تونس، ام ان واقع المباراه قوه المنتخب الجزائري هو اللي فرض هذا المنطق؟ صحيح، تفضل. والله شوف، تعرف انت المدرب نتائج، بالنسبه للمنظر الكبير يتسمى عمل انجاز، ترشحنا فهمتني للكاس افريقيا من اول المنتخبات، لي ستاتستيك نتاعو الكل يعني باهي، تبقى كما قلت لك لا ستابيليتي تاع المجموعه عكس الجزائر، الجزائر بالماضي يعني صراحه ظاهر شخصيته من يعني معناها منعكسه على المجموعه نتاعو، قيادي حاضر بلغه الكره، زيد على ذلك صراحة عنده مجموعة طيبة وطيبة للغاية، يعني لاعبين من طراز عالي، لاعبين يعني نجوم في أقوى الفرق يعني الأوروبية تلعب، عكس الفريق التونسي اللي مازال يلقى في التوازن نتاعو، كما كنت نحكي ما عندناش رأس حربة، حراسة المرمى اللي هو أعمدة من أعمدة الفريق عندنا مشكلة فيها كبيرة، الأرض هذا نفس الشيء، الوسط قاعد يتغير، يعني صراحة الفوارق يعني بانت. ونحب نختم يعني في الاخير يعني نقول لكم هنيئا لكم بالمنتخب الجزائري، وهنيئا لنا بالمنتخب الجزائري، وان شاء الله وان شاء الله المنتخب الجزائري يعني مش يشرفنا مستقبلا يعني في 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 قادم التحديات. المنتخب التونسي ما نحبوش نكونوا قاسيين عليه، سير اماتش يعني ما نجموش يعني نضعفوه ويولي يعني بعيد برشا، المنتخب التونسي ان شاء الله يرجع، فما عناصر يعني جديده يعني كيما رقيق كيما حنا بعل برشا لاعبين يعني اكتشافات، اما يلزمهم شويه وقت ويلزمهم يعني. عامر دربان نختم معك لو سمحت فقط، كيفاش تنظر انت كلاعب يعني سابق كمدرب، كيفاش تنظر التصنيف الفيفا؟ تونس المصنفه الاول عربيا، الجزائر المصنفه الثانيه عربيا، طبعا لما يفوز المنتخب الوطني ربما حتى نحن كجزائريين لا نفتخر ربما ان فزنا على المنتخب التونسي، هي مباراه وديه للوقوف طبعا على مدى جاهزيه عناصر المنتخب الوطني الجزائري ايضا قبيل المنافسات الرسميه، لتجريب بعض اللاعبين الاساسيين ايضا، لمواصله سلسله النتائج الإيجابية، شيء مهم جدا قبل انطلاق تصفيات كأس العالم. بالنسبة لتصنيف الفيفا كيفاش تشوف فيه محمد عامر دربال صراحة؟ هل هو معيار حقيقي في نظرك؟ تصنيف الفيفا راهو يمشي على حسب النتائج والتموقع نتاع المنتخب التونسي اللي 26 عالميا، يعني ما نتصورش فيه تدخلات او يعني هذا تصنيف فيفا، لكن بين الماضي والحاضر اليوم كل شيء نجم يتبدل. المنتخب الجزائري 27 مقابل يعني بدون هزيمه، اكيد الترتيب نتاعو مش يتحسن، واذا كان مش يواصل هكا مش يمشي لبعيد، مش العطاء وحده راهو ورندمون وانتاج الكبار هما اللي معناها يغيروا في الترتيب يعني وفي التصنيف، النتائج هي وحدها اللي تصنف المنتخبات. المنتخب التونسي نعرفوه معناها ستون ايكيب تكتيك، حتى في أسوأ حالاته تكتيكيا له يعني من الطراز العالي، نعرف يعني الكفاءات التونسيه في مجال التدريب، ونعرف الصبغه نتاع المنتخب التونسي اليوم. نعاود نقولها، الفوارق يعني بانت، والدوريات الاوروبيه عكست يعني على المنتخب الجزائري، يعني تحس المنتخب الجزائري في اي لحظه فما 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 ديزيكسبلوا انديفيديوال، فما محرز ينجم يجيب الكره. عامر لو سمحت ما بقاليش وقت كثير يعني في الجزء الاول من هذا الحصه، كيفاش تشوف في حظوظ المنتخب الجزائري صراحه اذا تاهلنا لتصفيه كاس العالم؟ هل المنتخب الجزائري قادر انه يحدث مفاجاه، قادر انه يروح الادوار متقدمه في كاس العالم القادمه؟ والله شوف، اذا كان المنتخب هذا بالنويو اللي موجود وبالمجموعه اللي موجود قيادة بالماضي اللي صراحة بين علو كعبه تكتيكيا بيرسوناليتي شخصية، معناها سي تانغيري دو فان، المنتخب الجزائري ينجم يمشي لبعيد، لكن ما نحبش انا المستوى خليني نقول لك نتاع المنتخبات الإفريقية يخلي المنتخب الجزائري يغلط في روحه. المنتخب الجزائري ما نجمو نحكموا عليه كان
كي نشوفوه مع منتخبات اوروبيه، واضح. والمستوى تشوفوا كاس يعني اوروبا على الابواب، على الابواب يعني كاس اوروبا تشوف الفوارق زاد. ما نحبوش نحن المنتخبات الافريقيه تغلط المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري ينجم يكون من احسن اذا كان مش احسن توا منتخب افريقي، لكن على المستوى العالمي ما زالت برشا واضح. ابقى معنا عامر دربال، اضطر طبعا للخروج الى فاصل ثم نواصل معك، واكيد فيه كلام وتدخل من الحكم محمد الزكريني. نواصل معكم مشاهدينا الافاضل في الجزء الثاني، لا تذهبوا بعيد. عودة مجددة إليكم مشاهدينا الله فاضل في الجزء الثاني من استوديو الخضر على قناة الوطنية من الجزائر. نحاول أن نتطرق بالتحليل والنقاش للقاء الذي جمع المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيرية التونسي وديا، وأربط الاتصال مباشرة باللاعب والمدرب عامر دربال من تونس. محمد زكريني طبعا تفضل لعامر تونس، ربما لعامر دربال تود أن تطرح سؤال إضافة. لا مش تصحيح فقط الأخ عامر، لأن البارحة أنا كنت متتبعي عدة قنوات في تونس ومحللين، وحتى الآن أنت مقبل قلت بالحرف الواحد أن الجزائر عدلت رقم الكوت ديفوار. الجزائر لم تعدل رقم كوت ديفوار، بل حطمت رقم كوت ديفوار. كوت ديفوار عندها 26 مباراة دون هزيمة، والجزائر بالأمس مع تونس 27 مباراة بدون انهزام. حطمنا الرقم القياسي الإفريقي، والآن نصب. أنا قلت ممكن عدلت أو حطمت. ممكن سمعتنيش مجد. ممكن أنا لا المعلق الرياضي في القناة التونسية بالأمس قال 26 مباراة، وأنا أقول اليوم أنها 27 مباراة. ممكن تاعك نأكدها لك، ما أنت على صواب. والآن نحن في الطريق لتحطيم واحد من أكبر الأرقام القياسية، ألا وهي تحطيم الرقم القياسي الفرنسي الذي بحوزته 30 مباراة بدون انهزام. نصبوا إلى تحطيم هذا الرقم، وخاصة رقم 30 الذي بحوزة المنتخب الفرنسي. شكرا الخبير الدولي في التحكيم محمد الزكريني. طبعا عامر دربال، في الأخير أنا نقول تحية للشعب التونسي وتحية لكل الأشقاء التوانسة على حسن الاستقبال على تفاعلهم، ونقول أيضا نذكر بأنه الشعب التونسي والجماهير التونسية كانت أول من خرج للاحتفال لما فازت الجزائر بكان مصر 2019. كل الشوارع الجزائرية كانت عاشت على الأعصاب لحظات، وهذه المباراة تبقى ودية بين شعبين شقيقين، بين جارين، بين منتخبين طبعا على قاطرة أو على رأس قاطرة المنتخبات العربية. أتمنى حظ موفق للمنتخب التونسي، وأتمنى أيضا حظ موفق أيضا للمنتخب الجزائري. وأشكر لك جزيل الشكر كل المداخلة معنا سي عامر دربال. بارك الله فيكم. أنا ديما نقول ونعاودها، المنتخب الجزائري أو المنتخب التونسي راهو بلاد واحدة، عشنا مع بعضنا ظروف صعيبة وظروف باهية، وسقيت سيدي يوسف هي أكبر شاهد على التحديات، ودماءنا كل مع بعضنا. اليوم راهو ما علينا، احنا كنا راجع رواحنا، والمنتخب الجزائري راهو مش خصم بالنسبة لنا. صحيح فما منافسات تصير بيناتنا، لكن ديما يقعد شرف لنا واحنا وراه في الباهي والخايب. ونعاودها ونكررها، هنيئا لكم بالمنتخب هذا، وان شاء الله ان شاء الله ما زالت التحديات. بالطبيعة احنا ديما تونسيين بالأساس، لكن المنتخب الجزائري زاد إن شاء الله يمثلنا، وإن شاء الله مزيد من التألق. شكرا عامر دربال، أشكرك جزيل الشكر، وأتمنى حظ موفق للمنتخب التونسي في التصفيات القادمة، وأيضا للمنتخب الوطني الجزائري. أعود إليك رفيق وحيد ونواصل معك القراءة الإعلامية. خليني قبل ذلك نقول، ورئيس وهاب بن بلحي ضد منتخب تونس أصبح لديه 32 كلين شيت. عيسى ماندي جمال بالعمري بالمباراة أمام تونس أصبح لديهم 12 كلين شيت، بالماضي يلعب 30 مواجهة فاز 21 تعادل في 8 خسر مباراة واحدة أمام البنين بتاريخ 2018. شكرا. يوسف بالليري 5 أهداف 19 تمريرة حاسمة. بونجاح ثامن لاعب يصل إلى 20 هدف. محرز سجل الهدف 21 طبعا مع المنتخب الوطني. محرز في آخر 6 مباريات سجل 6 أهداف، قدم تمريرتين حاسمتين. بالليلي ملك التمريرات الحاسمة بامتياز. خليني نعود النقطة واحدة ونخليك أو نعرج، حبيت نقف
في هذه المباراة على رامز الزروقي. كانت له انتقادات كبيرة في المباراة الأولى أمام مالي صراحة رفقة أبو داوي. اليوم ممكن أن نقيم أداء ربما رفيق وحيد لاعب معين سواء في خط الوسط أو خط الدفاع أو خط الهجوم ونقول اليوم كان خارج الإطار، اليوم ما كانش في يومه، لكن ما نقولوش هذا اللاعب ربما ما عندوش إمكانيات أو لا يصلح استدعاؤه أو لا يمكن أن يكون في تشكيلة بالماضي. كيف تعلق على أداء رامز الزروقي؟ ونذكرك بواحد اللقطة أني انتبهت لها مليح، أنه الهدف الأول اللي سجله بغداد بونجاح تمريرة يوسف بالليلي الرأسية، يعني كان عمل تمويه رامز الزروقي لما يعني خلى الكرة فاتت بذكاء كبير لبونجاح، وهذه واحد ما تطرق لها يعني من خلال المداخلات. يعني هذا اللاعب كيفاش تشوف المستقبل تاعو صراحة مع المنتخب الوطني؟ اولا من يتحدث عن اداء اللاعب هو التقني وليس أكيد. الاعلامي او اي شخص اخر. ربما احنا النظرة الشاملة والسطحية لاداء اللاعب ربما اقول انه ذلك اللاعب الذي يراوغ ويسجل، عدا ذلك لا يوجد لاعب اخر، يعني ما كان مديش هذه المهمه لست بلاعب. هذا هو ربما الطرح السطحي للنظره غير التقني. اكيد انه ما غاديش نقول لك ان هذا اللاعب ما عندوش مستوى، هذا اللاعب يلعب في هولندا، لاعب شاب، واكيد انه كي استدعاه المدرب شاف فيه بروفيل اللي ما صابوش غير. هل اليوم هذا زروقي اللي عنده ابان 20 طون سكن نشوفوه هو مستقبل الكره الجزائريه؟ نعم ام لا؟ نشوفوا كيف وكي بوداوي كي اي لاعب شاب، كي طوبه كي اي لاعب شاب. هل اليوم مطلوب من هذا اللاعب انه يقوم بدور هجومي؟ هل مطلوب منه يقوم بدور دفاعي؟ هل مطلوب منه يدير نفس مهام محرز؟ هل طريقه لعبه تتشابه مع بليدي مع بونجاح؟ لا اكيد لا، يعني عنده خصوصيات اللي يحتاجها المدرب في مرحله ما وفي مباراه محدده. وكي تشوف بيان لو ماتش، يعني انا من الناحيه الفنيه ما نقدرش نحكم عليه، مي كمتتبع عندي بوكو يعني جلادمير جوج دو فوا، يعني اكيد عنده تحس بلي عنده امكانيات انه يروح بعيد. حتى انه في الاداء الهجومي لقطه بونجاح، والله امس مور المباراه كنت نتكلم مع زميلي صحفي، يعني كنا نتكلموا يعني في قريب بينوي على الماتش، قلت له شفت لو جو اللي دار التمويه لا باس تاع بليلي وراح لبونجاح. بيان سور بتات ما انتبهش، يعني شاف الماتش ما انتبهش، انا انتبهت له باسكو كنت نتبع في راميز. سمى لي كل اللاعبين وقال لي شكون؟ يقول لي فلان. قال لي بالقبله. لا قال لي شكون؟ محرز. قلت له لا فلان. سمى ما سماليش الا زروقي. قلت له زروقي تنخلع. قلت شوف ما نقدرش نقول لك ان جوار اللي بتات دريب لدو ترا جور ورماه لداخل ولا دير باس ديسيسيف، ولكن البوزيسيونمون تاعو والذكاء تاعو يعني خلاته يعني يدي دو جوار معاه ويخلي يعني واسمه بونجاح يسجل باريحيه. في النهايه الفرق بين جوار متكون بطريقه صحيحه، واحد الوقت يعني كان جورناليست تاعنا اللي يعرفوا يديروا ليكزومبل بين مهدي عبيد وغديورا. مهدي عبيد اللي ما يلعبش كثير لكن تكون بطريقه صحيحه، على عكس ربما غديورا عنده هذيك لا فورس مي سو بلون، يعني انتشار كيفاش يشوف ارضيه الانتشار. مهدي عبيد احسن منه لانه عنده التكوين. هذه يعني الفوارق بين اللاعبين. في نهايه الامر انا نشوف من الغريب انه نحكم على لاعب في مباراه او مباراتين الو لا نقول لكم لا يستحق اللعب في المنتخب الجزائري وهو يلعب تيتودار. يعني في النهايه ربما المنتخب الوطني، اسمح لي على المقاطعه رفيق، احيانا يشرك اللاعب لكي يكسب الثقه لانه ماهوش متعود على طريقه لعب. رغم ذلك يقول لك كاين لاعبين اخرين اجيبهم واخليهم ثقه، ماهوش هذا المعيار يعني لي انا الاساسي. ربما انا اقول انه رايي كاعلامي، رايي كتقني ماشي من حقي نتكلم، لانه لو كان زيدت بوزي دوزيام كاسه ما نقدرش نروح معك بيت في الناحيه التقنيه. ولكن هل من المعقول هذا اللاعب يلعب في نادي كبير المدرب تاعو يعني ما يعرفش، والمدرب الجزائري اللي نال كاس امم افريقيا ما يعرفش. هذا هو السؤال تاعي. صحيح رفيق. وانا نقول بالاضافه الشيء اللي قلته، يعني انا لاحظت جيدا المباراه وكنت دقيق في الملاحظه، رغم انه الملاحظه كما قلت رفيق وحيد تبقى ملاحظه اعلامي يعني مجرده من الناحيه ربما لكي لا نتجرأ على الجانب الفني والتقني ليس من اختصاصنا. يعني اللاعب كان يتبع المباراه
في الخط الامامي، يعود للخلف، كان يقدم مساعده، كان يعني ملا ملا الوسط يعني مليح، كان يقدم في الخطوط الثلاث، يلعب بحراره. شفناه تلقى اصابه، يعني اصابه اللي ربما حتى ربما كاد يغمى عليه، ثم عاود دخل في المباراه، لعب بجرينتا، لعب بحراره كبيره كبيره. انا نتوقع انه هذا اللاعب راح يكون عنده مستقبل كبير ان شاء الله مع المنتخب الوطني. كاين لاعبين كثير كما صفيان في غدو مثلا، انا نتكلم كاعلامي، الماتش تاع المالي يعني لو بلو ديفيسيل دي ماتش كان مباراة مالي، نقول لك ما لعبش فيها في غولي، لكن الناس ما تتكلمش، تتكلم الا على الجانب السلبي. في غولي الدورة تاعو في المنتخب كبير وكبير وكبير جدا، قوة خارقة اللي عندها صفيان في غولي، بدليل انه بدات اون كوانسيدونس، مي مع مالي ما لعبش، ربما خداو لو دوسو علينا لي مالي، صافي بلاصتو يعني مؤكدة. لكن كيما زروقي يقعد مستقبل المنتخب الجزائري والكرة الجزائرية مثله مثل عدة لاعبين آخرين ينشطون في الجزائر أو خارج الجزائر، لكن تواجده اليوم هو يلعب أساسي وخلاه لونترينر يلعب ويحضره يعني للمستقبل، أكيد شاف في خصوصية اللي احنا ما شايفينها، على الأقل طريقة الانتشار فوق أرضية. لو سمحت محمد زكريني خلينا نربطوا الاتصال طبعا عبر تقنية سكايب، يتواصل معنا الإعلامي أيضا حسين جناد كي يشركنا في هذا النقاش. حسين جناد مرحبا بك في استوديو الخضر على قناة الوطنية. أهلا وسهلا، شكرا لك عصام، تحية لك وضيفك الكريمين ولمشاهدي القناة. شكرا رفيق وحيد، أيضا ينضم إلينا الإعلامي حسين جناد لتحليل أطوار هذه المباراة. أهلا حسين، مش راك؟ لاباس رفيق، نورتنا وشرفتنا حسين. الله يبارك فيكم خويا، شكرا. ومعنا ايضا خبير محمد زكريني. حسين راك منور الشاشه. شكرا محمد، بارك الله فيك، تحيه لك خويا. شكرا، نبقى معنا طبعا حسين جناد، كنا نتحدث معك رفيق وحيد طبعا فيما تعلق برميز زروقي، يبدو أنه محمد زكريني عندك إضافة عن هذا اللاعب أو كيف تابعت هذا اللاعب صراحة في المباراتين يعني أمام مالي. شفنا زروقي في الشوط الثاني عاد بقوة أمام مالي وظهر بوجه آخر، أمام منتخب تونس ظهر يعني بشكل كبير في طيلة أطوار المباراة، لعب بقريتا بحرارة. ماذا يمكن أن يقول محمد زكريني بخصوص هذا اللاعب؟ نعم، قلت بجرينتا وحرارة. أول مرة لما جاء المنتخب الوطني وشفنا هذا اللاعب، كثير من الناس يقولوا هل يستطيع اللعب في أدغال إفريقيا باللعب الخشن تاع إفريقيا، ولكن لما شفناه في المباراة الأولى قلنا باللي لاعب اللي يحط رجله ما يجبدش رجله وما يخافش. أنا نقدر الله أعلم هكذا، وقلت راميز سيكون من بين 23 لاعب اللي راح، انا 95% ضمن مكانته في المنتخب الوطني، لا اقول اساسي 100% ولكن استطيع اقول 90% كاساسي، لانه ادى ولو كما قال رفيق ونشاط رفيق لسنا مختصين في التقنيه، ولكن لنا نظره عامه ككل الجزائريين له مكانه وادى دور يعني في المستوى بكل صراحه، يعني حتى ادوار اللي اديها ما يبانوش، احنا في الجزائر نشوفوا شكون اللي يحكم الكره ويدريبلي ويروح ويسجل نشوفوا الا هذا كلام، ولكن الاعمال الكبيره الذي يقول بها وسط الميدان ولا كما كان زمان قاسي سعيد حتى سميناه لو بورتور دو، قاسي سعيد محمد وين كان واحد من احسن وسط ميدان ليس في الجزائر بل في افريقيا، يعني أدى مباريات في المستوى هذا. راميراز سيكون له رميز شأن، راميز راميراز لا فكرت على المكسيك. راميز سيكون له شأن كبير وكبير جدا في المنتخب الوطني. شكرا محمد زكريني، قبل ما نتحول لحسين جنات خليني نعطيك تعليق على لقطة ربما اللي ادى فيها اللاعب قديورة بطاقة حمراء، يعني كان الحكم خلى مبدأ الأفضلية ثم عاد بعد ما خلى مبدأ الأفضلية أعطى بطاقة الصفراء وبعدها أشهر البطاقة الحمراء، هل هذا كيف تعلق على هذه اللقطة يعني من الناحية القانونية ربما محمد زكريني؟ من ناحية أن أنت قبل هذه اللقطة تاع البطاقة الحمراء نولوا للقطة الأولى اللي أعطاها البطاقة الصفراء التي كانت مستحقة لقديورة، ولكن قبل البطاقة الصفراء الأولى لقديورة كانت هناك مخالفة لبن سبعيني، لو أعطى مخالفة لبن سبعيني لن تكون هناك مخالفة صحيح ضد قديورة ولن تكون هناك بطاقة صفراء. هذه الخطأ الأول الذي ارتكبه، لماذا لم تقدم؟ تقدر الحكم يقول لي أنا ما شفتش هذيك وشفت هذه،
زائد الملاحظة الثانية، لما قلت أنت يا لما تخلي مبدأ الأفضلية معناتها كان مخالفة، خليت مبدأ الأفضلية، اللاعب لم يستفد من مبدأ الأفضلية، وليت للمخالفة، لما تولي للمخالفة لماذا تعطيه بطاقة صفراء ثانية؟ هنا نقولوا متردد، نقولوا متردد دائما في قراراته. والله ما تخليني تديني لواحد الاشياء، انا لا اقول كان التحكيم خارج الاطار، لم اقول اشياء اخرى. اي اشياء يعني ما حبيش ما نعرفش، لا لان اشياء واضحه لما تشوف حاكم. لا اسمعني انا مش ما فهمتش، انا نقول الاشياء اللي مخبيه غير قولها. لا في بلاطو. لا ليس كل ما يعرف يقال. لا ورفيق سامحني، ليس كل ما يعرف يقال، انا اقول تحكيميا لان لا ادخل في نيات الاشخاص. نطرح عليك سؤال، نطرح عليك سؤال. إذا ما خانتنيش ذاكرة لأول مرة أقول أو نادرا أنه مباراة ودية خاصة للمنتخب الجزائري يتلقى فيها هذا الكم الكبير من البطاقات سابقة. ثانية كان يريد أن يطرد اللاعب. أنا حاجة من نشكر اللاعبين الجزائريين ما طحوش في الفخ 100%، كان يبروفوكي فيهم باش يدوا البطاقات الحمراء، ما طحتلوش كامل لوكازيون، ما طحتلوش. انا هاني قلتها لك، اول لاعب اللي كان لازم يخرج في هذيك المباراه هو العيدوني. تفضل العيدوني ما خرجش، ولو درني ديفونسور تاع لافوتسير فيغولي ما خرجش. ما الذي دفعه الى اشهار بطاقه حمراء بطاقتين صفراوين في وجه اللاعب الجزائري عدلان قديورة، وهو الذي دخل في الدقيقه 80 واخرجه في الدقيقه 87 والجزائر كانت فوق ب 2-0 وهي مباراه وديه؟ ما الذي دفعه للقيام بذلك؟ سبع دقائق يعني. والله هذه الكل التحكيم ضعيف، لم يكن الذي دفعه المستوى لاشهار بطاقه صفراء للحارس مبولحي يعني في الوقت هذا الضائع. قلتها في بدايه الحصه، قلت في دقيقة في الوقت بدل الضائع تروح أنت لمبولحي تعطي، ماذا كانت في نيتك؟ ماذا تقسم؟ ماذا تريد؟ هل تريد إخراج المنتخب الوطني؟ مختصر طريق، هل الحاكم طلون سانكوت كان تلقى تعليمات يفالي جيسي في زافيل أعطى تعليمات أنه وزع البطاقات أنا حتى متأخر؟ أنا معلومة رسمية نقولها، كما تكونش عندي رسميا لا أستطيع. نتكلم على حكم قراءتك يا حكم، احنا ما نتكلموش الجانب التقني، لكن كخبير تحكيم وعندك باع في التحكيم وتعرف الخلفية وتعرف الخبايا أكيد كاين شيء غير طبيعي في هذا. نتكلم مع الحكم، لو كنت أنت يا محمد زكي المدرب ما طرحش عليك سؤال، أنت عندك قراءة يعني. حسين جداد ومعنا ما طرحش عليك سؤال، عصام ما طرح عليك سؤال، هل طبيعي ما قام به الحكم؟ غير طبيعي، ونحبس هنا، كل ما قام به الحكم غير طبيعي، ولا أذهب إلى أشياء لا أعلمها جيدا. خلينا رفيق وحيد. يعني أحب تقول ليس كل ما يعرف يقال. نعم. يعني لا تريد قول أشياء أنت تعرفها الآن. قد أعرفها وقد لا لكي لا أقولها قد بلك قد أخطئ في تحليلاتي. نحن نتحدث عن مصلحة أسمح لا يا شيخ، إحنا نتحدث عن مصلحة المنتخب الجزائري. أنا تكلمنا قبل المباراة. أول من دافع عن منتخب بلدي هو أنا. ما قلناش. وبالأدلة. ماشي يكذب فيك، ما البلاطو وكاين حاضر. مسجل. مسجل. لكن أنت قلت إنه هذا الحكم، ونتكلم على مباراة ودية، كما قالوا في مصر في تونس الود بطبع الجد. كان عنده خلفيه لانه متهمنا في الكلاسمون فيفا. اسمح لي معليش، اليوم كي شفت لو ماتش اميكال اوريزوست ماتش اميكال في النهايه وفزنا به في النهايه، هل ما ينتظر الجزائر امر خطير من حيث الكولس الافريقيه؟ نتكلم على وديع الجري وفوزي لقجع، ونتكلم على هاني ابوريدا، كل الافارقه اللي حابين انهم يروحوا لكوب ديمون وحابين يخلوا الالجيري خارج للتوب 5، لانه يعني اصبحنا يعني من البارح واليوم سمعوا لي في البلاطو رارمون اللي نديرها جي توجو فيريفي لي كلاسمون فيفا اللي فاتوا نشوف على ليبوك صافي 2 سنين 3 سنين رومونتي سبيكتاكولار تاع مصر. واحد الوقت اجلوا واحد التصنيفات باش يكون كان يكونوا في تصنيف يعني ان شابو موش مليح، حابين يتقدموا دي كانوا واحد التيراج وصور وداروا ان رومونتي سبيكتاكولار في الكلاسمون فيفا، كسبوا 12 بلاص من بعد 15 بلاص، كانوا بعاد 46 ولا 50 صابوا روحهم بارمي لي مير وراحوا للبريمي شابو. يعني الكلاسمون فيفا هذا كي يحبوا يطلعوا ايكيب كان 15 بلاص في شهر واحد يطلعوها، وين ايكيب شامبيون دافريك لي ما خسرتش 27 مباراه وتصيب روحها هي شامبيون دافريك 2019، سمح لي برك تصيب روحها تونس اللي كانت دومي فيناليست، نيجيريا دومي فيناليست، السنغال فيناليست، هما احسن منها. سي بور سيت ريزون نطرح عليك سؤال يا شيخ، قول لنا هل هناك مؤامره تحكيميه ضد الجزائر؟ شوف، لم يستطيعوا تكسير المنتخب الوطني تقنيا داخل ارضيه الميدان، يريدون توقيف او تكسير كما تشاء توقيف المنتخب الوطني بأي طريقة ولو تحكيميا، وما زال لم تنتهي المواجهة هنا.
ما هيش راح تحبس هنا، ما زال القدام لو لازم ناس في الاتحاد الجزائري يوقفوا على المنتخب الوطني ويعسوا المنتخب الوطني من كل النواحي. سيدي يا سيدي رائدي ما يفي ماتش اوفيسيال، سيدي ما يبي مدير تحكيم القاري، موش شيف زونال كما دار عصام عبد الفتاح. لا لا ما يتدخلش روحه في المباريات الوديه، لان افريقيا مقسمه على 6 مناطق، كل منطقه عندها المسؤول نتاعها، المسؤول نتاعها هو اللي يعين الحكام في المباريات الوديه. لو سمحت رفيق وحيد، طبعا حسين جناد ربما طولنا عليك شويه، نقاش حاد وحار مع اسئله رفيق وحيد واجابات طبعا الخبير الدولي محمد الزكريني، دائما تجيبوا الغيره على المنتخب الوطني ويحاول انه ينبه لاشياء خطيره. ادخل مباشره معك حسين جنات في صلب الموضوع، التحكيم في هذه المباراه، كيف تابعت هذا التحكيم؟ احنا نقوله بانه هناك مؤشرات او هناك او التحكيم الافريقي بصفه عامه يهدد مشوار المنتخب الوطني الجزائري في قادم المنافسات، ما تعلق بالوديات وايضا بالرسميات، كيف يعلق حسين جنات؟ شوف سي عصام، اولا نحمد ربي على ان جمال بالماضي في الاول لما مسك تدريب المنتخب الوطني قبل كاس افريقيا الامم ما كانش عنده وقت كبير، ومع ذلك قدر يكون منتخب اللي قدر يصبح في فتره وجيزه يفوز باللقب القاري. اليوم نقولوا بان جمال بالماضي والحمد لله راه عنده يعني عنده وقت كبير وفي يده، وراه حافظ المنتخب، حافظه مليح، وحتى تطعيم المنتخب بلاعبين جدد يعني مره على مره يطعم المنتخب راهي جابت نتيجه تاعها، وراكم شفتوا احمد طوبه وشفتوا زروقي وكاين لاعبين ربما اخرين راح نزيدوا نشوفوهم ان شاء الله. اليوم من حسن حظنا اننا عندنا منتخب في المستوى، ولكن هذا ما يكفيش. اليوم كره القدم لما نتحدثوا على التحكيم، يعني نسمع سي محمد الزكريني يتحدث بتحفظ كبير، ولكن انا نقول لك اليوم من المفروض الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، الناس اللي محيطين بهذا الرئيس الجديد السي عمارة شرف الدين، من المفروض يكونوا ناس يعرفوا، يكونوا ناس عندهم خبره، الناس اللي يعرفوا يوجهوه للطريق الصواب، خاصة في مجال التحكيم. أنا نشوف الناس اللي راهم محيطين اليوم بالمنتخب الوطني هما نفسهم الناس اللي كانوا محيطين بالمنتخب الوطني في عهد الاتحادية السابقة، وهذو ما راحين يجيبوا لنا حتى نتيجة. كرة القدم معروف أنها قضية انت علاقات ومصالح، هذا شيء معروف، مصالح تدي من عندي وندي من عندك. اليوم قضية تاع التحكيم، أنا أقول لك بأن أكبر خطأ ارتكبته الاتحادية تاعنا هي أنها قبلت باش يكونوا حكام من مصر يديرون 3 مقابلات على التوالي. هذه ما صراتش وما تصراش. اليوم كان من المفروض على الأقل الاتحادية في اتصالات يعني مع الاتحادية التونسية تعرف شكون الحكام، لأن ربما الاتحادية التونسية هي اللي طلبت ثلاثي تحكيم مصري. ربما الاتحادية تاعنا كان من المفروض تتصل بالاتحاديه التونسيه وكي يعرفوا بان حكام تونسيين مصريين راح يديرونها في تونس، من المفروض يتصلوا بالاتحاديه. محمد حسين جناد، طبعا قبل ما نتعلق الى اذا كان تسمعني حسين جناد، طبعا اذا الاتصال يتعذر علينا، ما راناش نسمعوا فيك جيدا حسين جنادي لغايه طبعا اعاده الاتصال. حسين جناد هل تسمعني؟ حسين جناد هل تسمعني؟ طبعا يبقى معنا حسين جناد، ساعود اليك قبل ما اتوقف في الحديث ايضا عن لاعب مهم رفيق وحيد، ربما النت ضعيف. حسين جناد سنعود إليك. رفيق وحيد، أود أن نتحدث عن مردود بولحي في هذه المباراة. ربما أول فرصة حقيقية وأول تهديد حقيقي من منتخب تونس كان في الدقيقة 41 عن طريق ربما تسديدة من الخزر نظن في الدقيقة 41 مع أطوار الشوط الثاني، مع نهاية الشوط الأول أقول المنتخب التونسي كان خلق بعض الفرص للوصول إلى شباك بولحي، لكن عدة تسديدات ما نساوش محمد زكريني خطيرة تصدى لها ببراعة رئيس وهاب بولحي. ماذا يمكن يقول عليها رفيق وحيد في هذه المباراة تحديدا؟ يعني
هي يجب الاعتراف انه النقطه الايجابيه انه لعبنا هون ديبلاسمون، عندنا عده مرات يعني ربما وقت كبير ما لعبناش مباراه وديه خارج القواعد امام بلد المضيف. في النهايه النتيجه كانت في صالحنا، اون با سوبي لو ماتش، هذا شيء يعني نقطه ايجابيه. ما نقولوش احنا لعبنا على دوميسيل، بتات اللعب داخل القواعد يختلف، لعبنا اون ديبلاسمون وامام فريق كان ديمي فيناليست كوب افريك وكان طابع ديربي، ومع ذلك وكأننا لعبنا في الجزائر، هذه نقطة إيجابية. لذلك أنه خط الدفاع والوسط قاموا ب يعني بعمل كبير، التشكيلة قامت بعمل كبير، هي اللي خلات منتخب تونس غير قادر على أنه يفرض طريقة لعبه في النصف الأول. لم يكن يعني ماشي تونس كانت خارج الإطار، ما كانش في يومها، يعني طابع يعني قوة المنتخب الجزائري هي اللي خلت تونس ماشي قادرة ديفلوبي يعني طريقة لعبها. في النهاية هذه الأشياء الإيجابية، قوة المنتخب الجزائري تماسكه على كل الخطوط، على مستوى كل الخطوط، خلت عدد الفرص الخطيرة التي وصلت للحارس المرحي قليلة وقليلة جدا، لكنها على قلتها كانت فرص خطيرة وخطيرة جدا. وهنا كانت خبرة الحارس الملحي بالثبات تاعو للصفر ديالو اللي خلاته يعني يدير ديزاري يعني ديسيزيف، وخلى المنتخب الجزائري في المباراة، ومنع منتخب تونس يعاود يولي في المباراة، ويعطي الثقة أيضا لخط الدفاع كبيرة. ثقة للاعبين، كان يلعب بأريحية، تصدى ببراعة، تألق، تميز. 32 كلين شيت مع المنتخب الوطني بهذه المباراة أمام تونس. الحديث معك شيق رفيق وحيد، أيضا محمد زكريني. نتواصل معكم مشاهدينا الأفاضل في الجزء الثالث والأخير بعد فاصل قصير. إذن عودة مجددة إليكم مشاهدينا الأفاضل في الجزء الثالث والأخير من برنامج استوديو الخضر على قناتي الوطنية، رفقة المحللين الإعلامي رفيق وحيد وأيضا الخبير الدولي في التحكيم السابق محمد زكريني، كما ينضم إلينا عبر تقنية سكايب من الجزائر الإعلامي حسين جناد. دعني أتحول إليك مباشرة حسين جناد لنتحدث عن تقييمك أيضا كإعلامي للحكم الذي أدار اللقاء الذي جمع المنتخب التونسي وأيضا المنتخب الجزائري. حسين جناد، كقراءة إعلامية، المنتخب الجزائري طبعا يواصل في ديناميكية، يواصل طبعا سلسلة لا هزيمة، يواصل حصد النتائج الإيجابية، يواصل أيضا التأكيد على أحقية الفوز الذي افتكه من أرض الكنانة بمصر، يواصل التأكيد والسيطرة الهيمنة على القارة السمراء. إليك الخط حسين جناد. طبعا يعني النتائج تاع المنتخب الوطني هي نتائج مرضيه جدا، منتخبنا يعني الحق للمقابله 27 دون هزيمه، هذا الشيء يعني نفتخر به ونعتز بهذا الشيء، ونتمنوا ان يوصل على نفس المنوال، لان اليوم دير في بالك بان كل المنتخبات الافريقيه راهي تحسب لنا 1000 حساب، وكلهم راهم متخوفين منا ويحضرونا، ولكن احنا رانا في طريق سليم ان شاء الله. يعني بالاداء تاع المنتخب الوطني في 3 مقابلات هذو اللي شفناهم، نتمنى وان شاء الله باش يواصل على نفس الطريقه، ولما لا يعني نوصلوا للنجمه الثالثه ان شاء الله. حسين جناد، خلينا تبعنا الحكم، ربما معروف ارتكب اخطاء عديده، حتى اللاعبين صرحوا بانه الحكم لم يكن في مستوى هذا اللقاء. صراحه حسين جناد، وانت ادرى بكواليس ودهاليس القاره السمراء خاصه ما تعلق بالتحكيم، ماذا كان ينوي الحكم صراحه حسين جناد؟ شوف انا مادام معاكم سي محمد زكريني خبير التحكيم، يعني ما نقدرش نتحدث امامه، ولكن بما انه تحدث وتحفظ كثيرا، يعني تحدث بتحفظ، انا نتكلم عادي. انا اقول لك بان الحكم هذا الشيء اللي الحكم كان بعيد. شوف الحكم كان بعيد كل البعد. الحكم انا من البدايه نشوف بان الحكم تعمد ارتكاب تلك الاخطاء. هنا تشوف بان كاين اطراف راهي تعمل على عرقله المنتخب الوطني، راهم حابين يوقفوا المسيره الجيده نتاع المنتخب الوطني. اليوم لما تشوف انت 7 انذارات للمنتخب الوطني وانذار واحد للمنتخب التونسي، لما تشوف الخطا اللي ارتكب على فغولي، يعني ما في حتى ما عنده حتى مبرر الحكم ثم في ذيك اللقطه باش ما يخرجش البطاقه الحمراء، يعني واضحه وضوح الشمس. لما في ذيك اللقطه ما خرجش البطاقه الحمراء، انا قلت بان تعيين 3 حكام مصريين لاداره 3 مقابلات للمنتخب الوطني تواليا خطا استراتيجي كبير. هنا يلزم الاتحاديه تاعنا يعني مستقبلا ما يدبر للمنتخبنا الوطني. أنا نعطيك مثال عصام،
في اوت 2009 لما لعبنا مع منتخب الاورغواي في ملعب 5 جويليا. هذيك المقابله يعني الناس اللي تعطي قيمه للتحكيم، تعطي قيمه للحكام اللي راحين يديروا المقابله. هذيك المقابله يعني اول مره ربما راح تسمعها، في اخر لحظه كادت ان تلغى ومنتخب الاورغواي موجود في الجزائر. لماذا؟ لانه وانا نتذكر ذاك الوقت كانت الاتحاديه تاعنا مع الاتحاديه التونسيه طلبوا منهم ثلاثي تحكيم باش يديروا هذيك المقابله، وكان الحكم اللي دارها رياض الحرزي حكم تونسي، ولكن في اخر اللحظه ذوك الحكام ما جاوش لانهم تخلفوا على ما اعتقد على الطائره او شيء من هذا النوع. الاتحاديه تاعنا لقات روحها في حرج، عين ثلاثي تحكيم جزائري، ولكن منتخب الاورغواي لما وصلوا للاجتماع التقني شافوا بان حكام جزائريين راح يديروا ذوك المقابله، رفضوا اللعب وقرروا وخذوا قرار نهائي، قال لك المقابله ما نلعبوهاش اذا ما كاش حكام دوليين اجانب، ذيك المقابله لن تلعب. ووقعوا الاتحاديه تاعنا في ورطه كبيره وكانت تجراو، وعلى ما اعتقد هذوك الحكام عاودوا اتصلوا بهم، يعني جاوا على ما اعتقد باروت، يعني جاوا دخلوا الجزائر وداروا ذيك المقابله. شوف الناس اللي تعطي اهميه للتحكيم. احنا اليوم عندنا من المفروض نخمو مليح بالحكام تاعنا. انا نظن بان محمد زكريني، واش راه يخمم محمد زكريني راهي في راسي. انا نظن باننا انا وياه رانا تقريبا في نفس الخط، ولكن راك متلمحوا، راك متلمحوا. تفضل سمحني. كل ما قاله حسين وقال محمد زكريني كان بتحفظ الجزء الاول، لانه لم كل ما قلته يا حسين انا قلته، ولكن لما يكون مقابلك رفيق وحيد وأسئلة رفيق وحيد لا بد عليك أن تتحفظ من بعض الأسطر، من بعض الكلمات. كل ما قلته يا حسين أنا قلت في الجزء الأول وبدون تحفظ، ولكن فيه بعض أسئلة رفيق وحيد لما يطرح لك أسئلة تخمم 40 مرة وش راح تجاوبه، لأنك يتجاوبه جواب صحيح يا تتحفظ، ما كاش حاجة واحدة أخرى. أسمعني نجي نقول لك حاجة، واش قلت على الأرجنتين كان منها ووقعت. أنا واحد كنت نحكم في مباريات ودية في الجزائر مع عدة بلدان خارج منها تشيكوسلوفاكيا، منها عدة بلدان، من مباراة الأرجنتين الجزائر حتى الاتحاد الدولي الآن بدأ يطلب لازم في مباريات ودية يكونون حكام محايدين، يعني من غير البلد المنظم لهذه المباراة. محمد الأورغواي وليس الأرجنتين. الأورغواي الأورغواي، وأنت تعرف جيد الخبايا وكلنا نعرف، ولكن دائما نقول وبتحفظ. ونزيد لك حاجة واحدة أخرى، مستقبلا الجزائر ستتلقى يعني محاولات كبيرة وكبيرة جدا لكي لا تصل إلى مرتبة 30. أقول وأكرر الآن ستدخل دول أخرى ستكون فيها أشياء، يعني بكل صراحة، لأنها هذه الجزائر اللي خرجت لهم ما قدروش يحطموها تقنيا داخل أرضية الميدان، يريدون تكسيرها أو توقيف منجزاتها عن طريق أشياء أخرى خارج نطاق كرة القدم، وأنا أعي جيدا ما أقول. لهذا أنا أطلب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يتعمق في هذه الخبايا ويكون عنده ناس ليعرفوا ما يحدث. محمد. شوف محمد، أنا على هذا قلت لك بأن كرة القدم علاقات ومصالح. اليوم إذا كان الناس اللي راهم يعينون الحكام هذوما يخموا في مصالحهم فقط، احنا ما نسحقوهمش. يا تخمم لي في مصلحتي ومصلحتك الله يسهل، ولكن باش يخموا هذ الناس في مصالحهم فقط وإحنا ماشيين وما على بالناش واش رانا نديروا. أنا علاش قلت لك المحيط نتاع الرئيس اليوم، المحيط نتاع الرئيس الجديد يلزم يكونوا ناس اللي عندهم خبرة في هذا المجال، ماشي من هبة ودب اليوم يدبر عليك. اليوم تقول له عندي حكام رايحين يديروا لي مقابلة حكم مصريين يقول لك شيء جميل، لا تسمح لي ماهوش شيء جميل. يا حسين من سيكون من سيكون أنت راك تختصرها كأنه لازم يكون عندنا علاقات بين الحكام، ونحن تعرفنا من المفروض يعني أخلاقيا ما يكونش عندك علاقة مع الحكام، على الأقل تكون عندك علاقة في مصدر قرار، في مصدر القرار حتى لا تظلم. اليوم كيفاش قوموا ريكتيفي لو تير سكيفي في 4 سنوات أخير الدين زدتي، وكنا نقول دائما ودائما ودائما يا جماعة يمكن للمنتخب الجزائري أن يتضرر من ضعف المكتب الفيدرالي السابق أو ضعف رئيس الاتحاد السابق وأعضاء مكتبه بهلول وجماعته. يا ناس صعود المنتخب الجزائري للقمة ممكن أن ينهار في أي لحظة بسبب ضعف زتشي، وما حدث في مارس 2021 في المغرب خير دليل على ذلك، وما سبقه في نواكشوط خير دليل على ذلك. يعني حتى
حتى الفيفا يعني انفانتينو ترى افريقيا تراها يعني اصوات انتخابيه 54 صوت انتخابي الى درجه انه هو الى اوركستري انفانتينو انه يطلع موت سي بي واعطى للمروك يعني ومصر مقعد يعني في الفيفا وجوز قضيه الصحراء الغربيه وكل 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 ذلك. يعني في النهايه اليوم تقول لي احنا لازم الرئيس الجديد، الرئيس الجديد لازم له على الاقل ربع سنوات باش يعاود يولي يعني دائره صنع القرار على مستوى الكاف لي دي سون جوتي. من الصعب اليوم نعود نقولوا للساحة القرية لصنع القرار كي تفلوكا تعزتش كان في صراع مع وديع الجزائر، الناس اللي تربط علاقات وعلاقات مصلحة على كل حال، احنا كان في صراع مع الجاري وفي صراع مع هاني أبو ريدة والقجع وما قدرش ميبا يكسب أصوات أفريقيا بدليل التسريب الصوتي اللي كان بين وديع الجاري وهاني أبو ريدة يعني قبل الجمعية العامة الانتخابية كان ينتقد وديع الجاري زتشي. ماذا قال في هذاك التسريب الصوتي ويتكلم مع هاني أبو ريدة؟ يقول له يا هاني لو يجيب يعني على زتشي خمس أصوات وكأننا نحن خسرنا يعني ستنوبين نحن من نحن يعني أكثر من شخصية أو شخصين وأكثر في النهاية يا حسين أخشى اليوم عمك النقطة اللي تقطني بحبتش قولوها كاين يعني مؤامرة تحاك ضد الجزائر فيها الاتحادات المصرية والتونسية والمغربية وربما من نيجيريا والسنغال وعدة يعني من صناع القرار. النقطة الوحيده اليوم اللي راهي اصبحت هاجس وتخيف المغرب يعني وديع الجزائر ولقجع وهاني ابو ريده هي الصعود القوي الصاروخي للمنتخب الجزائري بالمدرب جمال بلماضي. هذه النقطه اللي ما داروش حسابها من الصعب اليوم تحطموا ولكن سيعملون على تحطيم المنتخب الجزائري بحكام غير عادلين في تصفيه المونديال وبتزكيه من انفانتينو. تفضل تفضل حسين معك حسين لحظه فقط تفضل حسين تفضل اسمحني تفضل. شوف انا لما قلت لك نفيد ونستفيد انا ما نسحقوش يعاونني انا نسحقو يعطيني حقي. احنا البارح المقابله تاع تونس لو الحكم اعطانا حقنا يعني هل كان يعطينا سبع انذارات؟ لو الحكم اعطانا حقنا هل لاعب تونسي ما يستاهلش يخرج بالبطاقه الحمراء؟ ما عطناش حقنا. انا اللي نستفيد كيف نستفيد؟ نستفيد اعطيني حقي ما تديليش حقي تمدو للغير. هذا واش نحوس اليوم؟ انا اليوم علاش راني نقول لك كي قلت لك قضيه تاع علاقات حتى الاتحاديه تاعنا اليوم انت لو رئيس الاتحاديه يدير رساله مثلا يرسلها الرئيس الاتحاديه كوت ديفوار يقول له انا مسحق ثلاثي تحكيم اللي يدير لي مقابله مثلا تاع موريتانيا غدا حتى الحكام تاعنا راحين يستفادوا لان الكوت ديفوار غدوه ما مش راحين ينساونا تكون مقابله تاع الكوت ديفوار نفس الشيء راحين يديروا نفس الشيء ويطلبوا حكام جزائريين. وهذه هي العلاقات كيفاش نخدموا اليوم كندير لي علاقات مع الاتحاد المصري فقط وين ما كاش اتحاد اصلا مازال ما داروش انتخابات وما عندهمش رئيس وما عندهم اشخاص راهم يعينوا في الحكام. حسين كي نختصر فقط خلي محمد زكريني يتدخل معنا. حسين الآن خلاص الاتحاد الجزائري يبعث رسالة لأي اتحاد يقول له يبعث لي الحكام. الآن إفريقيا وأنت تعرف جيدا وسيد العارفين كما يقولون أن إفريقيا مقسمة إلى ست مناطق وكل منطقة لها مسؤول عن التحكيم. منطقة شمال إفريقيا مسؤول التحكيم عنها هو عصام عبد الفتاح المصري باش نكون واضحين. الكاف تقول لعصام عبد الفتاح عين في المباريات الودية عين حكام أنت الذي تعين حكام. أنا لي رفيق واحد قال مقبلة الله نسيت هيدا ما قلناش لا أول من قال وقلنا باللي أن هناك أشياء تحاك ضد المنتخب الجزائري أشياء يريدون تكسير المنتخب هذه قلناها وكررتها وأول من قالها. المشكلة أنا زيد نقول لك لماذا في تونس كان حكم رابع تونسي وفي الجزائر لم يكن حكم رابع جزائري؟ ما هي الأسباب؟ لماذا لا نأكل؟ أنا نزيد أروح لك إلى أبعد من ذلك. قال رفيق لازم يحوطوا على المنتخب الوطني ولازم نعم لما في خرجات المنتخب الوطني أو الفرق الجزائرية لما تذهب إلى إفريقيا لماذا لا يكون حكم دولي سابق له خبرة له تجربة له عد يروح مع هذه الفرق ولا المنتخب الوطني؟ لما أي واحد يشوف يقول لك هذاك هو هنايا أنسي جامي بلك يبيعني بلك ندير حاجة بلك يوري لهم بلك يديروا علي احترازات تقنية يخاف يدير هذه الأشياء. وأنت تعرف جيدا هذه الأمورات لازم كلنا وبدون استثناء حاضرا ماضيا مستقبلا
أن نكون وراء هذا المنتخب الوطني لحمايته من جميع، لأن صعود المنتخب الوطني صعود يعني قوي يزعج عدة أطراف، وأنت تعرف ونحن نعرف في قيادتك وكل ما نعرف من هي الأطراف التي تسعدها للذهاب إلى كأس العالم. حسين محمد، نعم عندك خبرة في الجانب. اسمح لي رافع، اليوم محمد اسمح لي، اليوم محمد لما تقول لي بان عصام عبد الفتاح يعني احنا لازون تاعنا شمال افريقيا هو من يعين الحكام، يا اخي اذا هو من يعين الحكام انا علاش راني نقول لك قضيه مصالح؟ اليوم انت لما تعين الحكام تعين لي حكام من بلادك باش يديروا لي ثلاث مقابلات، لماذا مثلا المغرب او تونس في مقابلات اخرى تجيب لهم حكام خارج بلدان شمال افريقيا؟ لماذا انا يجب لي حكام مصريين يديروا لي هذه المقابلات؟ لماذا الحكام الجزائريين حسين جناد، لماذا حكام جزائريين لم يديروا ولا مباراه وديه في تواريخ الفيفا؟ طبعا هذا هو الاشكال. انني عارف محمد واش راه يفكر، واني عارف محمد واش راه يخمم، وربما لكتب ربي هذا الاسبوع تبان امور لماذا هذه التعيينات، وكاين ناس وين رايحه بتوصل. انا علاش راني نقول لك اعطينا مباشره حسين، اعطينا حسين مباشره، لماذا تلمح حسين جناد؟ اما ما نقدر نعطيك والو، لانني انا مداري كي نهضر كاين امور معطيات مرايات تتغير، انا ما نهضر حتى شيء لانني حتى انا نستنى هذا الاسبوع بعض المعطيات. كاين امور ربما تحدث اللي حسين يقول فيه محمد. نعم حسين، نعم. ما من حقي ان نعم. اتحفظ في بعض الاشياء. أكيد أنت راك على طريق صواب، يعني راني معك 100%، وكل الأشياء وكل هذه الأشياء سنتأكدها يوم 16 جوان إن شاء الله. هل حسين لك إضافة قبل ما تروح لي الفكرة رفيع، البارح شفنا مقابلة ودية عادية جدا، الحكم معطى لك 7 إنذارات. تخيل انت اليوم قبل المقابلة الفاصلة المؤهلة للمونديال عندك راح تلعب 7 مقابلات، انا نقول لك في ذوك 7 مقابلات كيما داروا لك في المقابلة تاع امس وين عطاو لك 7 إنذارات، في ذوك 7 مقابلات قادرين يديروا لك حسابات ويعطوا لك، لان 2 إنذارات اللاعب ماهوش راح يلعب المقابلة الموالية، يقدر يديروا لك خطة وين يفرغوا لك المنتخب قبل المقابلتين الفاصلتين، يديروا لك خطة. لو سمحت فقط الوقت داهمنا، مازلنا موضوع اخر راح نعطيه تعقيب الرفيق، ولكن قبل ما تروح للفكرة، هل البطاقة الحمراء تأثر على وجود قديورة طبعا في المباريات الرسمية القادمة، وهل هذه البطاقات الصفراء اللي تلقاها العناصر المنتخب الوطني يعني تأثر في المباريات الرسمية أو لا تؤثر؟ لا، يعني بكل صراحة أنا قلت ونزيد نكرر أن البطاقات التي تأخذ في المباريات الودية لا تحتسب، يعني حتى البطاقة الحمراء. لكن قلت في بعض الأحيان تحتسب. قال لا، نعم، لما تعتدي تضرب حكم صحيح دبزة وتجيبه في الأرض كيف ما تحتسبش؟ كاين أخطاء التي تدخل في اللعب يعني لا تحتسب، ولكن الكومبورتمون أنتي سبورتيف يعني السلوك غير الرياضي اللي تروح تعتدي على حكم أو تدير حوايج بطبيعة الحال ستعاقب في المباراة. خذينا كثير في هذا الموضوع، تفضل رفيق لكي نمر إلى التنصيب. المباراة الودية ديزيناسيون دي زاربيت، يعني كما عاصم عبد الفتاح شحال ياخذ وقت باش يديزينا، يعني 15 جور افون الماتش باش يكون على بالنا دي زاربيت شحال؟ لما تكون عندك انت يا لي ماتش اميكو لي دات فيفا راك عارف شحال بالك شهر دابونس على بالك بيهم، وانت والاتحاد معاه ما راح تتقابل وكي تبعت بالك. حبيت نربط العلاقه بين تنقل في وقت سابق يعني عمارة شرف الدين الى مصر والتقاء برئيس الاتحاد المصري واتفقوا يكون هناك اتفاقيه تعاون بين البلدين من الناحيه الرياضيه. مع العاتق انا فيك، انا والله غير معك مع اتفاقات رياضيه، هل هناك تبادل هل كي راح تما لو 20 مي سيتي لو 20 مي اسكو كانوا لي زابي ديجا ديزيني ولا لا؟ هل راح عمارة شرف الدين ومن بدايه الاتفاق هو يعطيهم طلوه زربي يجيب سبع دول؟ شوف انت لا بروغراماسيون يعني وقتاش حدوا المباريات اللي تلعب جزائر موريتانيا والجزائر مالي والجزائر تونس، وقتاش هذه المباريات تحدوا؟ سؤالي برك معليش، سؤالي دوك حسين. نعم إذا ما زالك معايا كنت راح لك سؤال. تفضل. احنا شرحنا الوضعية وعلى بالنا. نعم. يعني المخاطر التي يعني محيطة بالمنتخب الجزائري.
اليوم نعم. سكي في الرئيس السابق يعني خلانا يعني كوارث وراح رئيس سابق خير الدين زطشي على خلاف ما كان عليه الحال في عهد محمد الرضا. اليوم ورث عمارة شرف الدين قنبلة موقوثة، ما هو الحل؟ نعم. كيف لعمارة شرف الدين اليوم أن يحمي المنتخب الجزائري من المؤامرات التي نحن متأكدين أنها تحاك ضد المنتخب الجزائري؟ كيف له أن يحمي المنتخب وهو اليوم بعيد عن دواليب الحب؟ أي نعم، هو بصدد ربط علاقات جديدة كي راح القطر في سحب قرعة كأس العرب، كي راح يعني لمصر تلقى الأمين العام تاع لاكاف، تلقى رئيس الاتحاد المصري. أي نعم يلفو ريكتيفي لوتير، ولكن هل هذا يكفي؟ ما يقوم به عمارة شرف الدين يكفي لأن يحمي به المنتخب الجزائري؟ تفضل حسين باختصاره. شوف أنا أقول لك، مثل ما اختار شرف الدين عمارة، مثل ما اختار سي محمد مشرارة بالخبرة نتاعه وداروا معاه باش يوجهوا ويوري له أمور، يلزم حتى في مجال التحكيم يدير الناس اللي وجهوه ويعطوا له الحقائق واش يصرى. لأن اليوم أنا متأكد بأن شرف الدين هذا الوسط تاع التحكيم هذا ما يعرفلوش، وإلا كان مازال يعتمد على الناس اللي كانوا كما تقول تاع خير الدين زطشي باش ينصحوه ويوروا له، أنا من هذا المنبر نقول له باللي راك رايح للواد بهالطريقة، راهي المنتخب الوطني تاعنا راهو في خطر من ناحية التحكيم. أسألك رفيق وحيد، السؤال كان مباشر، قال لك كيف يمكن أن نحمي المنتخب الوطني مستقبلا، وكيف يمكن أن نؤمن الطريق طبعا قبل التصفيات الرسمية؟ يعني ما زال عندنا وقت كثير، يمكن أن نؤسس لعلاقات، يمكن أن نتخذ بعض الإجراءات من أجل حماية المنتخب الوطني قبل أن نصل إلى بداية التصفيات وربما حتى إلى الملحق شهر مارس القادم. شوف، هذا الشيء ما نقدرش انا نعطيه لك في عجاله هكذا، ولكن الشيء اللي انا متاكد منه هذا الشيء نقدر نوصلوا ليه بفضل استشاره، عندنا خبراء، احنا عندنا حكام دوليين سابقين، عندنا ناس اللي دي كونيسور اللي يعرفوا، يعني يعرفوا من المفروض رئيس الاتحاديه يتشاور مع هذا الناس وهما اللي يوجهوه وهما اللي يوروا له واش يلزم يدير باش يحمي المنتخب الوطني. وصلت الفكره، وصلت الفكره. والله حتى اقول لك يديروا خلية أزمة على مستوى الاتحادية، لأنه ربما الرأي العام ماهوش فاهم لابورتي بعد ما يحدث، يعني أخطاء التحكيم غير البريئة. لابور ما والله يديروا إنسيدي دو كريس ويجيبوا يعني الناس أهل الاختصاص اللي عندهم العلاقات ويفهموهم وش لازم نديروا باش نحمي المنتخب، لأنه اللوبيينغ أو تشكل باش تكسر اللوبيينغ تاع المغرب وتونس ومصر واللي معاهم نيجيريا اللي اتفقوا في نواكشوط صعب، حتى موريتانيا صعب وصعب جدا، ولذلك لازم حلول سريعة قبل سبتمبر. حسين جنات، خليني باختصار أتدخل سريعا واسمح لي على المقاطعة رفيق وحيد. أيضا حسين جنات، نتحدث باختصار في عجالة عن تنصيب اللجنة المشتركة 5+5 الفاف والوزارة المكلفة بتقييم وإصلاح كرة القدم طبعا برئاسة محمد مشرارة دائما بعد 10 سنوات طبعا من دخول عالم الاحتراف، دخلنا في نفق مظلم، البداية كانت عرجاء، للأسف النهاية كانت عرجاء، كل الأندية تعيش أزمة مالية خارقة طبعا، وأنت تعلم جيدا ما يعيشه هذا الاحتراف. كيف يعلق حسين جناد على هذه اللجنة وأيضا الأعضاء اللي تم تنصيبها؟ هل هي قادرة على إنقاذ، خلينا نقول إن صح التعبير، الاحتراف في الجزائر في نصف دقيقة لو سمحت؟ يا عصام، هذه اللجنة عندها مهمة ليست بسهلة، يعني راه ينتظر فيها عمل كبير وكبير وكبير جدا. هذه اللجنة ماشي من السهل باش بين عشية وضحاها رايحة توجد الحل للاحتراف في الجزائر. الاحتراف بلدان متطورة كيفاش دايرة يعني، وفي وباش تدخلوا بالاحتراف الحقيقي عملوا سنوات وسنوات وسنوات. اليوم ممكن هذا الأشخاص يعني ما عندنا ما نقولوا فيهم، هذول اللي راهم في هذه اللجنة ما عندنا ما نقولوا عليهم، يعني ناس ما شاء الله يقدروا يروحوا بالعقل، يعني اليوم ماشي اليوم تنصبت هذه اللجنة اليوم نقول لهم اعطونا الحل، ما عندهمش خاتم سيدنا سليمان، هذا كون متأكد. واليوم انت تعرف بأن طبعا بقى معنا، خليني خليك تعليق.
الحقيقة على ما قاله حسين جنادي، يبدو أنه الاتصال انقطع معه بالنت، يبدو أنه ضعيف. نروحك باختصار شديد رفيق وحيد، هذه تصحيح مسار الاحتراف، تنصيب هذه اللجنة لتصحيح مسار الاحتراف وتدارك النقائص الهيكلية والتنظيمية، إصلاح معمق لكرة القدم في كل جوانبها. محمد مشرارة مستشار رئيس الفاف على رأس اللجنة، شرف الدين عمارة، ياسين بن حمزة، رضا عبدوش، وكذا رشيد أوكالي، ويمثل الوزارة خمسة أعضاء يترأسهم المدير العام للرياضات بالوزارة محمد جراو. أنا محمد مشرارة سي لوم دو لا سيتياسيون، ما نتكلمش على الأعضاء الآخرين، ما نقدرش نقيمهم. ونعرف جراوي يعني الأمين العام تاع المينيسير عنده إمكانيات كبيرة. عندنا محمد مشرارة صافي 10 أون أوبارافون كي كان مع محمد راوراوا كان حاب يبدا يخدم، يعني حاب يرسي قاعدة يعني صلبة باش يعني مع النوادي يعلمهم ويرافقهم ويخلي الاحتراف ما يحيدش على المسار تاعو. مالوريزمون الرئيس السابق ما حبش، وهما اصدقاء، ومحمد مشاري لا بريفيري يغادر الاتحاديه، لانه الفكر والنهج تاعو للاحتراف كان مغاير لما كان يراه محمد راوراوا. وهذا قوس صغير يقول لك البعض كيفاش محمد مشراره هو كان صاحب مشروع الاحتراف في 2010، عاودوا جابوه في 2020، وكثير تغيب عليهم الفكره اللي ذكرتها. هناك من يعني في الكواليس من هو محسوب على الرئيس السابق للاتحاديه اللي هو قاموس من الفضائح والاخطاء، وكان يدافع عليه لاسباب لمصلحه شخصيه، منهم صحفيين مانيش حاب نذكر الاسم. هاد الناس اللي كانوا يحميوا الرئيس الفاشل اللي كان فشل في المهمه تاعو 4 سنين، اليوم حبوا ينتقدوا محمد مشرارة. محمد مشرارة مستوى عالي 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 جدا، عنده النزاهه وعنده لا كومبيتونس. محمد مشرارة قول عليه واش تقول، عنده لا كومبيتونس وعنده النزاهه، وهو اللي مد دار حجر الاساس تاع هذا الاحتراف، ولكن للاسف ما اتفقش مع الرئيس السابق ورحل. لذلك لو روتو دو مشرارة انا فيه فاء الخير. اكيد كما قال حسين المهمه لن تكون سهله، لانه فيه عده اشياء راح يعالجها، لكن عنده نيه صادقه، لانه الناس اللي ينتقدوا مشرارة ما تكلموش على الرئيس السابق اللي دار سيمبوزيوم باموال طائله والنتائج بخير في المراحل. إيه؟ لا لين دو كوندويت كاينه. نيه الوزير الحالي وزير الشباب والرياضه سيدي علي خالدي عنده على الاقل نيه صادقه، عنده الكوراج انه يبدل. يعني ربما هناك عيوب، هناك مساوئ، برغم الضغوطات يعني فيه لامباكت يعني بوليتيك لو سبور معليش، ولكن عنده الاراده انه أكيد. ينحي فوق اللجنه الاولمبيه، خدا اون ديسيزيون لا فيديراسيون، وقف برك الضغوطات، واليوم حب يسقم مسار الاحتراف توت سون اونور هو ومشرارة اللي جا. جاسبر يعني ياخذوا كل الامكانيات والوقت باش يصلحوا الاحتراف. شكرا. محمد زكريني، ماذا يمكن ان تقول في هذا النقطه؟ يعني شكري يرجع كامل معالي وزير الشباب والرياضه اللي بادر بهذه المهمه، يعني تريح له. ونقول للرفيق سي محمد مشرارة قال بالحرف الواحد في الندوه الصحفيه الاخيره، قال انا لا اتنصل مما كنت عليه سابقا، وانا كنت جزء واتحمل مسؤولياتي الان. قال ولو أخطأنا، أنا كنت ما نقولش الأخرين أخطأوا وأنا لم، أنا كنت معاهم والآن رانا هنا باش نزيدوا صحوا. قال الأخرين ما يعرفهم، دكتور بن حمزة معروف كرئيس رابطة سعيدة، أنا عارف. رشيد أوكالي احنا خدمنا معاه كرئيس رابطة ولاية الجزائر وكان حكم سابق، يعني رضا عبدوش حكم دولي سابق، يعني مجموعة لقادرة تمد، ورحين متأكيد سيستعينون بخبرات أخرى في كل مجالات، في التحكيم، في كرة. وهذا الموضوع رفيق وحيد، اسمح لي سي محمد زكريني، اسمح لي راح نزيدوا نتناقشوا فيه يعني في الحصة يوم الثلاثاء، راح نعطيه له طبعا قسط كبير لأنه الوقت انتهى للأسف الشديد. خليني في الأخير نذكر بأنه رباعي مولودية الجزائر انتقلوا للتدريبات ومنعوهم من حضور التدريبات على اللاطي، ربيعي بن ساحة تنقلوا الإدارة منعتهم. نذكروا بنتائج على السريع الجولة الخامسة اللي لعبت، طبعا نادي بارادو طبعا خسر أمام وفاق سطيف ب3 أهداف نظيفة، السريع غريزان 2 هدف أمام لهدف أمام مولودية وران، اتحاد بالعباس أيضا 2 مقابل هدف أمام أولمبي شلف، أهلي برج بارايج فاز أيضا بثنائية على جمعية عين مليلة، الوفاق 53 نقطة يعمق الفارق إلى 7 نقاط على الملاحق الصورة، أهلي البورس 17 نقطة يترك المركز لشبيبة سكيكدا، الرابطة أيضا تعدل في برنامج مباراة شبيبة القبائل أمام اتحاد سكرة إلى يوم غد 13 جوان على الساعة 7. مباراة الجولة 23 مؤجلة بين الشباب بالوزداد وشبيبة القبائل ضمن الجولة 23 تأجلت إلى أجل لاحق. في الختام طبعا أتقدم عصام قبل ما تقدم برك، يعني أنا كما أوكالي على بالي لي أنتقد وعنده لا كومبيتونس، كما بصح عبدوش
كان في البيرو اللي فات وعاث فيها فسادا في 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 في, في قضيته علاقته مع لا دي ان سي جي مع النوادي. سيتي دو نيمبورت كوا كان يبوزي كيما عريض عبدوش كان يبوزي لو نيمبورت كوا على الكلوب. من العيب يكون في لا كوميسيون سانسيرمون يعني جو بريفير بن حمزاوي رشيد وكاليوي مرد عبدوش. لا شكرا، هذه ملاحظه الرفيق وحيد. طبعا شكرا لك محمد زكريني. شكرا. قبل الختام نقول تعزيه لي طبعا الزميل الهادي لابان اللي قبل ايام توفى الاخ ديالو، اليوم توفى الاب ديالو يعني ويعمل معنا في مؤسسه قناه الوطنيه الاعلاميه. نتمنى ونتقدموا بتعازينا باسم عمال طاقم قناه الوطنيه تي في في وفاه الوالد. انا لله وانا اليه راجعون، تغمد الله بوسعي رحمته. كما اشكر ضيفي عبر تقنيه سكايب عامر دربال من تونس وايضا الزميل الاعلامي حسين جناد الذين تدخلوا معنا عبر تقنيه سكايب. دائما رفيق واحد اشكرك جزيل الشكر. نتمنى نتلاقاو شهر نهار الثلاثاء وراح نتحدثوا كثير على هذه اللجنه وعلى نقاط عديده اخرى. دائما تشرفني وتنورني محمد الذكريني، خاصه اليوم كنت سخون وكنت يعني منفعل مع التحكيم. تريح مع رفيق ما تولي سخون مستحيل. شكرا محمد الذكريني، شكرا جزيلا لك. بهذه الابتسامه نودعكم مشاهدينا الافاضل، نشكر لكم كرم الاصغاء والمتابعه، الشكر موصول للفرقه التقنيه التي رافقتني في هذه الامسيه وايضا في المتابعه دائما المتالق نبيل بالقاسم المخرج مهندس الصوت وايضا الصوت عفوا وايضا في الكاميرا. اشكر كل من ساهم معنا في انجاز هذا العدد. نضرب لكم موعدا سهره الثلاثاء، اقول الى ذلك الحين دمتم في امن الله وحفظه. سلام.